بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم في كل خير، وكل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك إن شاء الله، وعساكم من عواد جميعا بإذن الله تعالى. اليوم والله بصراحة حاب أحكي لكم عن شغلة ممكن الكل يعرفها قبلي، ممكن ما حد بيعرفها، ممكن في ناس بيعرفها وفي ناس ما بيعرفها، وأنا بتصفح في علي إكسبريس بصراحة مشان أخذ منتجات أنزلها على الشوبيفاي ستور تبعي. تفاجأت انه بعت لي نوتيفيكيشن بحكوا لي في عندنا اداه اسمها دروب شيبينج. طبعا دروب شيبينج سنتر كان زمان شكله مختلف عن هذا الشكل، او كان في شيء له دخل في دروب شيبينج لكن مختلف عن هاي الشكل، يعني مش زي هيك شكله. فحكوا انه بدنا هيك تجربها او شيء زي هيك. بصراحه النوتيفيكيشن هذا ممكن انه جديد ممكن قديم ممكن الناس كلها شافته، لكن مش هذا المهم. المهم انه انا حبيت اشوف الاداه قدامكم، اعملها ريفيو ونحكي عنها. هاي الاداه طبعا من علي اكسبريس نفسه، بتخليك تلاقي منتجات من غير ما تروح على مكان ثاني من داخل علي اكسبريس. جدا جميله بصراحه، انا يعني بس شفت الفيتشرز تبعتها او المميزات تبعتها ومنبهر جدا في الاشياء اللي بتقدم لك اياها هاي الاداه. فخلينا بس يعني في اشياء انا فحصتها وفي اشياء بعد ما فحصتها، خلينا نحكي على الاشياء اللي انا بعرفها في الاداه مشان بعدين نحكي على الاشياء اللي انا ما بعرفها ونستكشفها سوا. نبدا بسم الله. مثلا في عندنا اول خيار في الداشبورد، هذا الداشبورد تبعك في الاداه زي ما انت شايف. هون في عندك مثلا اذا في عندك مبيعات او شيء زي هيك، في هون في عندك السيلز، قد انت بعت هون، قد انت اشتريت. طبعا هلا سجلت فيها، ما صار لي نص ساعه تقريبا. هون في عندنا فايند برودكتس، قم بايجاد منتجات، يعني نكبس عليها زي ما انت شايف من غير اي فلتر. هون حيطلع لي اكثر المنتجات مبيعا اللي على دروب شيبينج اوردرز، شايفها هون اكثر المنتجات مبيعا خلال الفترة اتوقع الماضية. وحتلاقي مثلا في عندك هذا المنتج هو اول منتج على القائمة، خلينا نفتحه. زي ما انت شايف هذا المنتج كثير انشهر، اللي هو للناس اللي عندهم انستغرام، للناس اللي بيحبوا يصوروا الى اخره. وبصور باكثر من زاوية، باكثر من هاتف محمول اذا عندك اكثر من هاتف محمول، وفري شيبينج كمان، وعندك كمان اقل من شهر الشيبينج. هذا المنتج هو اكثر منتج، شوف عامل 24000 اوردر تقريبا هذا المنتج. لو عملنا عليه انالايز زي ما انت شايف في عندي هون خيار اسمه بيست ماتش، طبعا احنا الفلتر تبعنا هو بيست ماتش. عندي انالايز، راح تلاقي اللوجيستيك ريليبيليتي. بحكي لك هاي ايش يعني اللوجيستيك ريليبيليتي، يعني هل هو مورد تستطيع الاعتماد عليه؟ الجواب من علي اكسبريس بحكي لك يس، هذا المورد اكسلنت، بنعطيه اكسلنت يعني هو ممتاز جدا. فهذا المورد انت بامكانك تشتغل معه في الدروب شيبينج. مهمنا جدا كيف نشتغل مع الموردين. انا مش كثير قوي في الدروب شيبينج صراحه على شوبيفاي، بحكي لك بالذات اشتغلت دروب شيبينج زمان على شوبيفاي، اشتغلت دروب شيبينج على امازون، على ووكوميرس، على بس على شوبيفاي مش ولا بد. لكن هذا الدروب شيبينج مش بس على شوبيفاي، على اي مكان بدك اياه في العالم، على اي منصه بدك اياها. زي ما انت شايف بحكي لي انه هذا المورد هو ممتاز جدا، اذا انا ممكن اعتمد هذا المورد بكل راحه بال. بحكي لي ايضا انه في التاريخ تقريبا 29/7 هذا المورد عامل 100 اوردر، او ممكن شخص من عنده عامل 100 اوردر. هذا الاشي بيرجع لك لازم انت شايف مش ستيبل الاوردرات عنده. ممكن نشوف منتج اخر كمان، ممكن نشوف مثلا هذا شوف معطيك كمان سيلز بيرفورمانس. خلينا نبلش في هاي الاشياء من هون. اول شيء سعر المنتج على علي اكسبريس كم هو، دروب شيبينج برايس، سعر المنتج للدروب شيبر ما هو ما بيحدده، او مش عارف هي دايركت سيل دروب شيب ايش اسمها هاي، دروب شيبينج. طبعا ومقسم البياعين الدروب شيبرز لليفلز، يعني لا اعتذر، مقسمهم لمراحل، في معطيك سي ودي واي وما الى ذلك. طبعا كل ما زاد الليفل تبعك كل ما تاخذ خصم من علي اكسبريس اكثر واكثر، يعني كل ما تجيب اوردرات اكثر كل ما تاخذ خصم اكثر من علي اكسبريس. معذره شباب. نستكمل الفيديو تبعنا. هون في عندي الاوردرز، كم اوردر معمول. هون في عندي طبعا الاوردرز زي ما انت شايف كونسيومر اوردرز، كم في اوردر معمول. هون في عندي دي الدروب شيبرز اوردرز، كم دروب شيبر عاملين اوردرات. هون في عندي الكونسيومرز وهون عندي الدروب شيبرز. كيف علي اكسبريس بيعرف انه هذا كونسيومر هذا وهذا دروب شيبر؟ والله ما بعرف. الريتنج 5 من 5. السيلز بيرفورمانس، هون في عندنا شيء اسمه اللي هي درجة، يعني معطين المبيعات معطينها درجة، يعني قوة المبيعات.
او البيرفورمانس تبع المبيعات، وهاي الدرجه هي جود مثلا او افريج او بلو افريج، يعني جيد او افضل من جيد او اقل من جيد او بالمتوسط العام. وهون طبعا في عندك الانالايز اللي هي بتحلل المنتج. في عندي كمان زي ما انت شايف، خلينا نشوف مثلا منتج، هذا المنتج اللي هو جود نعمل له انالايز، بحكي لك اللوجيستيك، المورد تبع هذا المنتج او البياع تبع هذا المنتج، الستور اللي هو هذا اسمه هون اكسلنت، كثير ممتاز زي ما انت شايف، في 100 مبيعه هون، في هون عندك 80، في عندك هون 54، في عندك هون 12، في عندك هون 17، يعني الوضع جيد على هذا المنتج، عم ببيع المنتج بالفتره الاخيره. وهيك بنكون حللنا هذا المنتج. لو رجعنا لكمان بدي اشوف منتج مثلا، شوف الدروب شيبنج ما شاء الله 10000 اوردر تقريبا، اللي هي عباره عن جلاي، بلا وايرلس تشارجر، سوري يعني تشارجر للتلفون بس وايرلس. ايش كمان؟ خلينا نشوف توب ريتد مثلا، هذا ليش حاطينه توب ريتد؟ نعمل انالايز. هذا المنتج عليه حجم مبيعات، يعني شوف اكثر شيء عليه تقريبا مبيعات بالفترة الأخيرة، عم بمشي صح، يعني مش موقف فترة، لا عم بمشي صح، اللي هو هذا المنتج. بس معطيك هون اللوجيستيك بلو افريج، فهي بدك تخاف منها. فاذا اللوجيستيك بلو افريج يعني بدك تخاف من الموضوع، ممكن جاي عليه تقييمات سلبيه ممكن الى اخره. خلينا نفتح المتجر تبعه ونشوف كم عنده فولورز. ببساطه عنده كم فولور؟ عنده 141 فولور، بس البوزيتيف فيدباك عنده 100%، بس مش عارف ليش حاطين لوجيستيك لهم تقييمهم على الاكسبرس. لكن بحكي لك اللوجيستيك عنده هذا ريلابيلتي، يعني لما بتقدر تعتمد عليه هذا شو اسمه الستور او البائع من ناحية لوجستية، يعني هذا اللي فهمته منهم. طبعا لو كملنا كمان، خلينا نشوف واحد من الجود، طبعا كانت تصنفهم حسب الاوردر، مثلا دي اس اوردر زي ما انت شايف، كان اصنفهم تنازلي او تصاعدي. هاي تنازلي مثلا، معطيني الشحن هذا، خلينا نعمله انلايز. بس بيهمني انه هذا اللوجيستيك يكون معتمد عليه. هذا الشاحن جود طبعا، بحكي لك عندك 100 اوردر بالفتره الاخيره ل 30/7. هذا بشكل عام عن تحليل البياعين والمنتجات الناجحه، هو نفسه علي اكسبرس عم بحكي لك هاي المنتجات عم بتبيع عندي، تعال خذها واعملها دروب شيبنج بس. فلو شفنا كمان، يعني خلوا لك الامور سهله جدا وواضحه لتشتغل عليها بكل سهوله. الملف هون ما في، في ماي اوردرز بدي استكشف بس معكم النظام. نرجع للداشبورد. طبعا ممكن في ناس شارح الموضوع، ممكن في ناس، يعني انا بحكي لكم مش كثير في الموضوع الدروب شيبنج على شوبيفاي، وحتى دروب شيبنج بعمل من تطبيقات ثانيه مش من علي اكسبرس. لكن تفاجات في هاي، طبعا كنت شغال كثير كويس مع علي اكسبرس على اي باي، وبجيب يعني مبيعات الحمد لله كثير كانت ممتازه، لكن وقفت الشغل مع علي اكسبرس ومع اي باي كاملا، ومشان هيك انا متفاجئ في هذا الموضوع بصراحه. في عندك هون مثلا ابلكيشنز اللي هي مثلا دي اس سي ارز، مش عارف ايش هو هذا التطبيق، بحكوا لك هذا فري علي اكسبرس دروب شيبينج اب ديزايند فور شوبيفاي. بامكاننا نشوف هذا الابلكيشن، علي اكسبرس اوفيشال دروب شيبينج بارتنر ابلكيشن، يعني هذا الابلكيشن علي اكسبرس طوروه، بحكوا لك ديزاين از بيست تول ذات بروسس اول يور اوردرز وذين مينيت وذاوت ليميت، يعني هاي الاداه مجانيه وبتعمل بلك، وخلال دقائق بنعمل لك احنا ايش؟ بنعمل لك بروسيس لجميع الاوردرات الخاصه فيك. خلينا نشوف هاي الاداه بس ناخذ عنها فتره. مالتيبل ستورز، بحكي لك ممكن تربط الاداه هاي مع اكثر من متجر، مش متجر واحد بس اوردر. وبحكي لك الاوردرات حيصير حنعملها، يعني ناخذها من متجر شوبيفاي ونشحنها عليه ونعملها على الاكسبرس بشكل يعني اوتوماتيكي. بروسيس مالتيبل ستور مالتيبل اوردرز، حتى لو عندك اكثر من اوردر بامكانك بون كليك بتعالجهم كلهم. وسبلاير مانجمنت وان برودكت وذ مالتيبل سبلايرز، حلو، ممكن يكون عندك منتج واحد من اكثر من سبلاير. يعني بصراحه هاي الاداه خلص هي تقريبا وفرت عليك الشغل كله، وبامكانك تربطها مع البارتنر شيب، هي مع علي اكسبرس مع شوبيفاي مع جوجل مع فيسبوك، يعني كثير خرافيه. يبدو انها اداه هي الحل لكل، خلينا نشوف برايسنج تبعها. بس في عندهم فري ستور ليميت، فري شو بتعطيك؟ فري بتعطيك مانثلي في، ما في رسوم شهريه. البلاتفورم البلاتفورم شوبيفاي او ووكوميرس، بحكي لك بندعم خلال هاي الاداه، يعني يا شوبيفاي يا ووكوميرس، ما بصير اثنين مع بعض.
ستور ليميت ثلاث معك 3 متاجر، برودكت ليميت معك 3000 منتج، 3000 برودكت ات موست بير اكونت معك 3000 منتج بالاكونت، اوردر ليميت انليميتد اوردرات زي ما بدك، دي اس بيعطوك الكروم اكستنشن وبيعطوك اكثر من لغه بدعمه، امبورت ليست، في امبورت ليست، وفي كمان انك تعمل اللهم صل على سيدنا محمد البرايسنج او التسعير بشكل اوتوماتيكي، وبيعطوك كمان انفنتوري نوتيفيكيشن لما تخلص المخزون، لما يخلص من علي اكسبرس بيبعثوا لك نوتيفيكيشن اشعار، وبالك اوردرز كمان بنعطيك بالك اوردرز. يعني بصراحه في خصائص كثير ممتازه، وفي كمان افلييت عندهم، يعني ممكن انت تاخذ افلييت على الدروب شيبينج. عظيم جدا، ما بدنا نضيع وقت على الادوات، نشوف شوف عندهم كمان ابلكيشنز. في عندهم شوب ماستر، شوب ماستر ابلكيشن راح اشرح لكم اياه بالتفصيل لان اشتغلت عليه اكثر يمكن من 2000 3000 اوردر في غضون اشهر على اي باي بس عن طريق شوب ماستر، فممكن اشرح لكم اياه بكل سهوله هذا التطبيق ان شاء الله فيما بعد. بس حبيت اشارك معكم بصراحه هذا الاشي لانه كثير عجبني من علي اكسبرس، ولسه متاكد في اشياء كثير انا مش عارفها شو هي، وفي اكيد مضار وفي حسنات انا مش عارفها، لكن اول باول ان شاء الله تعالى راح اخليكم على اطلاع على كل شيء انا بقدر ارجعه على هاي المنصه. شكرا لمتابعتكم، لو مش متابع عندي لو مش مشترك معي في القناة يا ريت تشترك، لو مشترك في القناة يا ريت تسيب كومنت حلو زيك ولايك حتى الفيديو يصل لأكثر عدد من الناس. شكرا لكم وسلام الله عليكم، يعطيكم ألف عافية.